ولنقاش ملف تحريض مقتدى الصدر على المتظاهرين بعد حادثة اعتداء أمن العتبة الحسينية وعناصر ميليشيا الحشد على المتظاهرين السلميين في كربلاء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات عادل علي. أهلا بك سيدي. أهلا، مرحبا، أهلا بكم. بعد اعتداء الميليشيات وأمن العتبة الحسينية على المتظاهرين، وصف مقتدى الصدر ثوار الناصرية بالمخربين ودعا العشائر للاعتداء عليهم. كيف يمكن قراءة هذه التهديدات المتكررة من الصدر ودوافعها؟ طبعا في البداية أريد أوضح نقطة أعتقد جدا مهمة. يعني هذه الأحزاب الفازة الفاشلة وأذرعها المسلحة وميليشياتها، هذه ممكن تسمح لأي متظاهر، لأي رافض لهذه السياسة البائسة في بغداد، في الناصرية، في أي مدينة أخرى، أن يعلي الصوت ويتحرك المتظاهرين والمعتصمين والثوار بنوع من الحرية. لكن كل شيء يتوقف عندما يصل القضية إلى كربلاء. هذه كربلاء وهذا الحسين، حسينهم اللي هم يعتقدون حسينهم، هذه منطقة يعني وكرهم، هذا الوكر اللي من خلاله يعني يبثون الجهل، تخلف، الظلامية، عدم الوعي. هذا كربلاء بالنسبة لهم، أو الحسين اللي هو يفهموه لهم، إمام الحسين اللي يفهموه، هو لطم وأكل وشرب وتخلف وسذاجة وإطاعة فقط. لا يمكننا الإساءة، معلش سيد علي، السيد علي لا يمكننا الإساءة للغير. يعني هذه الفئة هي جزء من العراق الكبير. لو نبقى في موضوع تصريحات الصدر وانعكاساتها على المتظاهرين، الحقيقة هو أنا أريد أقول ليش صرح الصدر أو الباقين، مو بس الصدر، بيانات صدرت من قيس الخزعلي، من النجباء الكعبي وغيره وغيره. أقول ليش هذا الحدية اللي طلعوا بيه، هذا التوحش اللي طلعوا بيه، لأنه بالنسبة لهم هذه المنطقة اللي اسمها كربلاء هي مصدر رزقهم، مصدر عيشتهم، هو هذا حياتهم هناك، هو من الناس تنطلق الاستعباد وينطلق التخلف. ولهذا السبب انتفضوا بكل وحشية ضد المتظاهرين، لأنه وصل المتظاهر أن يطلب يداعي أو يريد يعيد الحسين الثائر، مو الحسين الطبخ واللطم والمظلومية. ما هي المشكلة؟ عموما ما صدر من هذه الأحزاب من مواقف واضحة ووحشية تقديري، وتهديد معلن واضح جدا للقتل والتصفية، هذه هي مو أول مرة ولا آخر مرة. طبعا محاولاتهم كثيرة، حاولوا عبر الإعلام أماكنات إعلامية ضخمة لتشويه التظاهرات، فشلوا، حاولوا عن طريق الحكومات ويعني القوى الأمنية وأيضا فشلوا، حاولوا عن طريق المرجعية وفشلوا، الآن رجعوا إلى العشائر. بالمناسبة كل هاي العشائر اللي وقعت على البيان مع مقتدى الصدر واتفقت وياه، هذه ما تمثل عشائر أبدا، هذه شخصيات رسمها المالكي قبل لا يدعو لها مقتدى الصدر. المالكي هو اللي سوى هاي الشخصيات في مجالس الإسناد سواها أو مجالس العشائر. هذول شخصيات مبتذلة، دول اللي تسابقوا على تقبيل وزير الخارجية الإيراني ما زار العراق، دول ما يمثلون شيء الحقيقة. كل هاي المحاولات، كل هذا اللي يريدوه من العشائر والتسقيط وغيره، كله ما يحصل إذن صاغية من الناس. هذا أكو جيل ما يريد يفهموه، أكو جيل جديد، جيل هذا صوت وطن، صوت ضمير، صوت تاريخ يريد يعيد نفسه. هذه كلها أنا أعتقد، يعني بتقديري هذه كلها إرهاصات آخر ما تبقى منهم. تاريخيا الميليشيات لازم تنتهي. نعم. عمر الميليشيات في كل العالم، في كل دول العالم اللي تأسست بها الميليشيات إلها عمر وتنتهي، وبالتالي هذا عمرهم الأخير أو أيامهم الأخيرة أو يعني فترتهم الأخيرة، هم في خريف العمر انتهوا. فيحاولون سيد عن طريق عادل،
مثل ما تفضلت، هذا التحريض ليس الأول من قبل الصدر وباقي الميليشيات، وسبقته تهديدات أخرى وفعلية على أرض الواقع، منها ما ارتكبته ميليشيات القبعات الزرق ضد المتظاهرين. كيف تتوقع في ظل كل هذه الانتهاكات، كيف تتوقع ردود فعل حكومة الكاظمي باعتبارك متظاهر أيضا؟ يعني هم القضية، هم كثير يقول لك الكاظمي هو نتاج هذه الأحزاب، ممكن صحيح، بس أنا تقديري هو نتاج الساحة، مو هي رغبتنا ولا إحنا جبناه، لكنه الضغط اللي بالساحة جابوا شخص كانوا يتوقعون منه أن يكون ذراع لهم، وبالتالي إحنا راح نتصدى للكاظمي ونسقطه، وهذا ما يخططون له ويشتغلون عليه حتى يكسبون وقت 6 أشهر أو سنة أخرى من أجل اختيار رئيس وزراء قادم، وبالتالي كل مطالبنا اللي أساسية اللي هي الانتخابات المبكرة وما ما 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 تترتب عليها من مفوضية وقوانين وغيرها غيرها، هذه اللي يماطلون بها ويرجعوها ويريد يصدمونا بالكاظمي. الكاظمي لا إحنا رايدينه من البداية وضاربينه إكس، ولا هم يريدوه، وبالتالي احنا انا التقدير احنا كمتظاهرين ما راح ندخل في هاي المعمعه على اللي يريد يجرجرونا الها، لا كاظم الكاظم لكم، واذا تريدون انتم محرومو احنا حتى احنا ما نكون المسؤولين عنها، عن هاي الشغله. هي سياسه ولعب وضحك، هم يضحكون ويريد يلعبون، وايضا احنا تعلمنا السياسه ببساطتها باولياتها، ما ننجر لهذا الضحك او هاي المسرحيه مالتهم. الكاظمي المسكين، انا التقدير مسكين ما يقدر يسوي اي شيء، مو الكاظمي، اي شخص بمكان الكاظمي، حتى لو نجيب ستالين هذا الشخص المعروف بالديكتاتوريه والقوه، هم يقدر يحكم العراق. العراق شيء صعب، صعب جدا، معقده، القضايا دي كلش معقده مو سهله. قضيه ماذا تخص المتظاهرين فقط، ولا هاي التظاهرات بالعراق ممكن ان تسقط عشرات الحكومات في دول اخرى، لكن بالعراق لا، لأنه الوضع تماما يختلف، أكو تدخلات إقليمية ودولية، بالتالي أكو ناس، يعني إحنا بالعراق الخائن مشكلة، يعني الخائن اللص يستحي يخجل يقول أنا لص، اليوم الخونة هاي خونة الديون يتبجحون بصوت عالي أنه هم خدم لقولتنا إحنا نسميها الأرجنتين للاستهزاء الإيراني، يعني حتى الخجل انتهى عندهم، المسلحة انتهى عندهم. سيد عادل، تأتي هذه التحريضات وكذلك وصف المتظاهرين بالعملاء والمخربين وغيرها من الأوصاف، تأتي قبيل 25 من تشرين المقبل الحالي، إلى أي مدى ستؤثر عليكم هذه الأوصاف قبيل إحياء الذكرى الأولى لانطلاق الثورة؟ شوف، يعني انا اقرا الشارع، يعني اريد اكون سوقي، قولتنا بنص السوق بنص الشارع، الشارع العراقي البسيط الغير واعي، الطفل العراقي بدا يضحك على هذه التهم وهذا التحريض وهذه المصطلحات اللي ما ادري منين يجيبوها، هم مقتنعين بها او يكذبون على نفسهم. ما اعتقد هذه تاثر نهائيا، لأن هم استعملوها ودي يكرروها، يعني ما عندهم شيء جديد. جوكري هي هاي أكثر شيء، أكبر تهمة عندهم يستعملوها ضدنا، والناس تضحك، يعني أصبح اليوم الجوكري محترم. الجوكر يعني الناس البسطاء يقول لك يا ريت الجوكري عنده قضية وطن، اللي يتهمون الشباب الجوكرية، ذول الجوكرية نعرفهم، يعني هو المتظاهر ابن من؟ ابن المنطقة، ابن القطاع، ابن الشارع، ابن الدربونة، احنا قولتنا بالدربونة هذا الزقاق الصغير، هو ابن هذا الزقاق. الجيران كل زقاق بي 30-40 عائلة، تعرف هذا الشاب اللي ده يتظاهر، فما معقولة تصدق انه هذا جوكر او عميل لامريكا وغيره، هذه يعني معيبة حتى مخجلة مخجلة. فما اعتقد راح تأثر، واحنا يوم 25 اكو شويه خلافات، اكو تباين بالرؤى، اكو تباين بالقناعات، وهذا شيء طبيعي اعتقد، لانه احنا من مجتمع مستويات، هو اكو ناس واعيه، اكو ناس بسطاء، اكو ناس محرومه وعيها، درجه وعيها هذا كلها موجوده بالساحه، وبالتالي احنا نحاول دائما خلال هاي السنه
نروض هذه المشاعر، نروض هذه الافكار البسيطه وننضجها، وعمرنا سنه. لحد يعني ينكر انه ها خلال سنه انت تغير بمزاج الشاب وقناعته وثقافته؟ وقت قصير جدا، بس رغم هذه معمول به، والشباب بدأوا يصير عندهم نضوج سياسي، نضوج مجتمعي، بدأوا يفكرون، بدأوا يعرفون شو اللي يريدوه. احنا نعرف شو نريد بالضبط، بس نقصنا الطرق اللي نستعملها، والطرق في العراق صعبة. يعني خلنا أقول لك وأقولها بصراحة، الطريقة اللي نوصل بها إلى أهدافنا يعني تقريبا مغلقة. مغلقة مو احنا من يعني ما عندنا حلول، لا، الاساليب القمعية الوحشية، الميليشيات، الاموال اللي يمتلكوها، الضغوط اللي تسويها على الشباب، الحرمان، هاي كلها معوقات، كلها سدود بوجوهنا. بس انا تقديري خلص، العراق ما بعد تشرين شيء اخر، ولازم يستمر هذا الشيء الوليد الجديد، وراح ينتج يوما ما، ولازم ينتج، يعني ما بيها مجال. الشباب خلص، يعني انا كنت اراقب قبعات الزرق اذا اكو عندي وقت شويه، بس بهاي الجمله. نعم. ساحه التحرير كانوا يتمشون قبعات الزرق اللي هم الصدرين، اباوي انا كنت منتبه للاعمار، يعني اقل واحد بيهم عمره 35 فما فوق، معناتها ماكو جيل جديد الهم، جيل جديد شاب ماكو الهم، ما وياهم. الجيل القديم، هذا الجيل القديم هو ينقرض، اكو جيل جديد، اكو جيل. شكرا جزيلا سنة. لك ناشط في التظاهرات عادل علي، حدثتنا من بغداد.